السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون، الصفحة الرسمية معكم جلال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليكم عشر. إخواني أخواتي، لنا عودة لكم في موضوع جديد إن شاء الله، وستكون فيه الإفادة لكل الإخوة والأخوات. إن شاء الله تدعمونا بزر لايك، بارتاجي الفيديو إن شاء الله، وسيستفيد الجميع إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي راهي توجد إلى دخول غيار الريش، توجد عدة أشخاص تدخل لها طيوره في غيار الريش، وعدة أشخاص أخرى لا تدخل لها طيورها في غيار الريش. لماذا؟ أخي العزيز، مثلا سأعطيكم مثال بهذين العصفورين. مثلا هذا العصفور بدأ في الدخول إلى غيار الريش، وبدأ تساقط الريش الخفيف وريش الرأس والصدر وما شابه والأجنحة. فما عليك إلا العناية بهذا العصفور كما وضحت لكم في مواضيع سابقة عن غيار الريش، أو سنتطرق معا لموسم جديد إن شاء الله في غيار الريش. كما تلاحظ هنا إن شاء الله، بسم الله ما شاء الله، هذا الطير لم يدخل في غيار الريش بعد. لماذا لم يدخل في غيار الريش بعد؟ لأنه مازال وقت دخوله إلى غيار الريش، فلا تحتم على عصفورك دخول الريش إجباريا، إلا في حالة واحدة، إذا كانت لديك ذكر وأنثى يجب عليك إدخاله في غيار الريش بتبرنيل ميدا أو ما شابه، لكي تتم غيار ريش العصفورين في وقت واحد والدخول في موسم الجهوزية في وقت واحد. ماذا نفعل إذن إن شاء الله إذا كان لديك عصفور دخل في غيار ريش وعصفور لم يدخل في غيار ريش؟ ما عليك إلا إن شاء الله أن تقدم الدوش إلى عصفوريك الاثنين مثلا، أو عدة عصافيرك مثلا، يوم بيوم نقدم الدوش في هذا، في ما مع ارتفاع درجة الحرارة في الجو وترتفع درجة الحرارة للطيور، قدم يوم بعد يوم الدوش للعصافير. إذا استحمت فما شاء الله، إذا لم تستحم فيوجد هناك خلل، إما لا يريد الاستحمام أو هناك به مرض ولا يريد الاستحمام. أيضا إن شاء الله مع الوقت ستدخل لك طيورك في غيار الريش جراء تقديم الدوش للعصافير. فكما ترى هنا إن شاء الله، عند تقديم الدوش والاستحمام وبداية الطيور تنشف قليلا، قدم لهم قطعة خيار أو ورقة سلطة. ماذا تجد في المنزل؟ قدم لعصافيرك، لأن الخيار كما تشاهد هنا وأوراق السلطة أو أي شيء خضروات فهي مفيدة جدا 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 في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، لأن توجد فيها مياه وأملاح وأشياء مفيدة لطيورك لكي تعدل طيورك إن شاء الله لموسم جهوزية للتزاوج إن شاء الله، يكون بقوة وعصافيرك في أحسن حلة إن شاء الله. أيضا البذور التي تقدمها العصافير كما أقدم أنا إن شاء الله الميلانج للعصافير، ومرة على مرة في غطاء صغير أو جودي كما يطلق عليه أقدم مجموعة من البذور المختلطة، منها زراعة الكتان أو الكيف أو زراعة الشوك أو البيريلا، كل ما يوجد لدي إن شاء الله ربع في الجودي إن شاء الله على مدار الأسبوع أو لمدة 3 أيام أو 4 أيام، لأن تنويع البذور للطيور سيساعدها على الخروج من غيار الريش بكل سهولة، وإن شاء الله سيكون هذا الدرس مفيد لكم إن شاء الله. أيضا لا ننسى غسل أرضيات الأقفاص، لأن أرضيات الأقفاص عندما تتراكم فيها فضلات الطيور فتصبح الطيور عندما تسقط البذور، إذا نزل الطير إلى أرضية القفص من أجل أكل البذور التي تتساقط، يأكل لك الفضلات ومن ثم يتعرض إلى فيروسات وأمراض كثيرة، وبالتالي سيمرض لك العصفور وهو في هذه الفترة الحساسة. ولنا العودة لكم في موضوع جديد إن شاء الله مع توصيات وإرشادات جديدة. كان معكم أخوكم جلال، سنونا في موضوع جديد إن شاء الله. سلام.